من أخبارنا النهاردة خلال مؤتمر صحفي، وهنفضل في لندن شوية يعني في المملكة المتحدة علشان معانا خبر مهم جدا، حديث الساعة في الفترة اللي فاتت كلها، كل العالم بيهتم بأخبار محمد صلاح، مش لكونه لاعب كرة قدم فقط. محمد صلاح عارفين أنه بقى أيقونة لكل الجيل اللي طالع، والناس كلنا بنتفرج دلوقتي على الدوري الإنجليزي من كام سنة، من ساعة ما انتقل ليه محمد صلاح. فكون أي خطوة تحصل في تاريخ محمد صلاح، أي خبر عن محمد صلاح بيحصل فيه ضجة كبيرة جدا، وخصوصا الخبر اللي كان تم تداوله الفترة اللي فاتت أن محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي بعد مداولات. مرة نسمع أن محمد صلاح هيروح، ومرة نسمع أن يورجن كلوب بيقول مش رايح. النهاردة خلال مؤتمر صحفي أقام يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول حسم الجدل حوالين مصير محمد صلاح نجم النادي الإنجليزي ومنتخب مصر، قائلا بالحرف إن صلاح باقي في ليفربول، والنادي لم يتلقى أي عرض رسمي من أندية سواء عربية أو أوروبية لشراء اللاعب. ده بيجي في الوقت اللي طلعت فيه تقارير صحفية كتير على مدار الساعات اللي فاتت بتأكد سفر محمد صلاح للسعودية للتوقيع لنادي اتحاد جدة، لكن كلها زي ما حضراتكم عارفين تقارير من صحف سعودية فقط. طيب ايه التفاصيل بقى الاكثر في الموضوع، وايه يعني احنا كده خلاص يورجن كلوب حسم الامر فيما يتعلق بإدارة نادي ليفربول وموقفها من انتقال محمد صلاح او عرضه او تلقي اي عروض. احنا معانا للكلام حوالين الموضوع ده وتفاصيل اكثر الناقد الرياضي الاستاذ صبري سراج. استاذ صبري برحب بك معانا يا فندم في التاسعة. مساء الخير يا استاذ يوسف، ازيك ومرحب بكم الساده المشاهدين. الله يخليك. هل كده بالمؤتمر الصحفي اللي عقده النهارده يورجن كلوب واعلن فيه ان صلاح ليس للبيع في معناه يعني او لم يتلقى اي عروض، هل حسم الامر ولا لسه الباب مفتوح؟ لا الحقيقه طبعا هو لسه الباب مفتوح. انا بس عايز اوضح حاجه، من يورجن كلوب قال على كوتينيو قبل كده ان هو ليس للبيع وبعدها بايام اتباع، ودي تاني مرة بس كلوب يطلع يتكلم على ان محمد صلاح مش معروض للبيع وان ما فيش عروض، في حين ان الصحف الاول احنا كنا بنتكلم، انت اشرت لنقطة مهمة جدا وهي ان كل التقارير اللي بتؤكد انتقال محمد صلاح للسعودية طالعة من جرائد ومواقع والتلفزيون السعودي، ما فيش مصادر اوروبية خالص كانت بتشير الى ان صلاح قريب من الانتقال، بالعكس لحد النهاردة كان كل التقارير اللي بتطلع وأكثرها وثوقا الصحفي الإيطالي اللي هو المعروف رومانو اللي هو موثوق جدا في سوق الانتقالات كان بيقول ان في رفض تام من جانب صلاح ومن إدارة ليفربول في التفريط في محمد صلاح للسعودية او لاي فريق اخر. لكن كان في اصرار سعودي في التقارير السعودية على ان صلاح هيكون موجود في السعودية، وان صلاح قرب وحتى وصل بيهم الامر ان هم كانوا قالوا ان اخر مباراة ليه هتكون نيوكاسل وبعديها هيسافر دبي مباشرة عشان يوقع الكشف الطبي وبعدين يستكمل التعاقد بتاعه. الحقيقه ان ده برضه لحد دلوقتي ما حصلش، انما النهارده حصل متغير بعيدا عن الكلام بتاع يورجن كلوب في المؤتمر، ان الأول مره سكاي سبورتس البريطانيه تتناول الموضوع وتاكد ان في عرض، وان اخر عرض قدم كان ب 150 مليون استرليني وتم رفضه، وان هيتم التقدم بعرض جديد السعوديه مصممه على التعاقد مع محمد صلاح بما يوازي 200 مليون استرليني او حوالي 230 مليون دولار كعرض جديد، لانهم عندهم اصرار ان هم يتعاقدوا مع محمد صلاح. فالحقيقه ان هو الموضوع لم يحسم، خصوصا ان باب الانتقالات لسه في السعوديه فاضل عليه اسبوع، هيقفل يوم 7. فلسه الامور برضه ضبابيه. اخر كلام اتقال امبارح من الصحافه السعوديه ان صلاح رهن موافقته بموافقه النادي، ان هو خلاص انا يا جماعه ما عنديش مشاكل اروح السعوديه، لكن اتفقوا مع النادي، المهم تكون الموافقه ان النادي انا مش هفعل الشرط الجزائي، لازم النادي يكون موافق ويورجن كلوب يكون موافق. اوكي ده الكلام طيب. اللي هو طالع اخر كلام طالع من الجانب السعودي يعني. طيب. النهارده المتغير زي ما قلت لحضرتك هو كلام سكاي سبورتس. لاول مره سكاي سبورتس تقول ان في عرض جدي بقى، لان السعوديه لا فعلا قدمت عرض والعرض ده اترفض اللي هو ب 150 مليون، وبيستعدوا لتقديم عرض تاني مساء اليوم او بكره اللي هو ب 200 مليون استرليني. 200 مليون استرليني الحقيقه ده لو اتحقق صلاح هيبقى اغلى لاعب في العالم. طيب ما هو ده اللي هيخلينا نسال، هل هو برضو كلام صحف ومواقع ولا الموضوع اقرب الى الحقيقه؟
هو بما ان الصحافه الانجليزيه بدات تتكلم فاحنا كده بنتكلم في واقع جدي بقى. يعني الكلام بقى له اكتر من مصدر. يعني دلوقتي بقى الاول كانت السعوديه او الاعلام السعودي بس هو اللي بيتكلم، وكان في تجاهل او توضيح بالرفض من جانب ليفربول في الصحافه الاوروبيه. دلوقتي لا، الصحافه الاوروبيه بتتكلم ان في عرض يا جماعه، فعلا في عرض اتقدم واترفض، وفي عرض اكبر هيتقدم المفروض ان هو لا يقاوم صح، وقتها هيبقى اغلى لاعب في العالم لو الانتقال تم بالمبلغ ده. الامور بالنسبه لليفربول صعبه جدا. ليفربول حتى لو قدر يفرط او استسلم للرقم الضخم هو مش هيقدر يعمل بيه حاجه، لان باب الانتقالات قفل عنده، ومش هيقدر يعوض محمد صلاح على الاقل لحد يناير، ولا في يناير كمان هيقدر يعوض لاعب بالحجم ده الحقيقه، خصوصا ان هو فرط في اكتر من نجم في الفتره اللي فاتت، والفرقه بتاعته اتغربلت. الفرقه اللي هي عملت الانجازات لليفربول في الفتره اللي فاتت معظمها خلاص رحل بالفعل عن الفريق، والفريق لم يعد به نجوم الا محمد صلاح واليسون بيتر والمدافع فان دايك. يعني هم بقوا اشهر او اهم ثلاث نجوم في الفرقه، بقوا هم العمود الاساسي، العمود الفقري الاساسي للفريق. فالتفريط في محمد صلاح هيحط ليفربول في ازمه كبيره جدا جدا جدا. على مستوى الطموحات بتاعه النادي في السنين اللي جايه، احنا يعني شايفين ان ليفربول السنه دي طموحاته هو صعود لدوري الابطال. طيب، ففرصه ان هو يصعد لدوري الابطال من الموسم ده بدون محمد صلاح هتبقى شبه معدومه، فده معناه ان النادي هيخش في نفق مظلم، وده اللي بيفسر لي اصرار ليفربول على الرفض لحد دلوقتي. طيب حضرتك، احنا دلوقتي بنتكلم على عرض مرتقب وفقا لسكاي سبورتس، وحضرتك قلت ان الباب مازال مفتوح، وان العرض 200 مليون استرليني ولا 230؟ 230 مليون دولار. 230 مليون دولار ده هيكون اعلى رقم في العالم حاليا. بالظبط، احنا بنتكلم قدام رقم مغري جدا. اول حاجه حضرتك قلت لي ان النادي مش هيستفيد بالعرض لان باب الانتقالات قفل عنده. بالظبط. طيب، فاضل نقطه مهمه يعني عايز راي حضرتك فيها بخبرتك في مجال الرياضه. دلوقتي صلاح يعني امام عرض مغري جدا، والنادي موقفه معروف. لكن صلاح احنا نعرفه ان هو ليه هدف تاني خالص، راح عشان الدوري الاوروبي، ان هو ياخد الكره الذهبيه. في رايك، من خلال معرفتك ومتابعتك اكتر مننا لشخصيه محمد صلاح، هل محمد صلاح ممكن يخضع في مقابل ان هو يضحي بهدف زي ده؟ بص هقول لك على حاجه، هو يعني اكيد ما حدش هيقدر يحط نفسه مكان محمد صلاح في الموقف ده. اكيد، لان كمان الضغوط كبيره جدا، وانت عارف ان الضغوط ما بتبقاش ماليه بس، يعني هو الاوفر المادي ده مش بيبقى هو عامل الضغط. اكيد لا، في حاجات تانية في الموضوع. بالظبط. ففكره ان هو ينتقل او ما ينتقلش، هو في الاخر هيبقى قراره، وكل قرار له مميزات وله عيوب. لو بتسالني عن رايي الشخصي، انا اتمنى تماما ان هو ما يروحش، انه يرفض العرض ويكمل في اوروبا شويه. اولا هو سنه 31 سنه، وبالبرفورمنس اللي هو بيقدمه ده واجتهاده والمستوى البدني اللي هو عليه، فهو ممكن يلعب اربع خمس سنين كمان في التوب ليفل في اوروبا. هو ده اللي احنا بنقول عليه. ليه اضحي بده وانا كده كده بعد الاربع خمس سنين دول، خلينا نقول بعد اربع سنين وانا عندي 35 36 سنه، هقدر انتقل للدوري السعودي او الدوري الامريكي او اي دوري من الدوريات اللي هي بره اوروبا اللي بتدفع فلوس ومبالغ كبيره جدا، واقدر احصل المبالغ دي تاني بعد اربع خمس سنين. وفي نفس الوقت انا الساحه بالنسبه لي دلوقتي في اوروبا، يعني محمد صلاح في وقت من الاوقات قعد سنتين من افضل، ان لم يكن افضل لاعب في العالم، ومع ذلك ما خدش الكره الذهبيه، لان كان موجود ميسي وكان موجود رونالدو في اوروبا. بالظبط، هو ميسي ورونالدو الساحة ورونالدو الساحة فضيت. والسعوديه قدرت تفرغ نجوم كتيره كبيره من اوروبا، يعني خرجتهم السنه دي. فرصه فوزه بالكره الذهبيه انا مش بقول ان هي بقت مضمونه، لكن على الاقل بقت مقسومه على ثلاث لعيبه. يعني فبقى له نسبه فعليه، يعني بقى في نسبه فعليه لفوزه بالكره الذهبيه. المنافسه بقت بينه وبين امبابي وما بين هالاند، يعني بقت مقسومه على ثلاثه، الاول ما كانش فيه فرصه خالص. طيب، فانا ليه اضحي بده؟ يعني احنا دلوقتي ليه اضحي بالمجد ده؟ احنا دلوقتي قدامنا قد ايه تقريبا؟ اسبوع على ما موسم الانتقالات يتقفل في السعوديه، فيبقى كده الموضوع حسم خلاص. بالظبط، مظبوط. الى حين، الى حين، يعني الى حين، لان وارد جدا ان هم لو ما عرفوش ياخدوه في يناير ان هم يجددوا العرض في الصيف، في الشتاء في الصيف، يعني ما اعتقدش ان هو اللي هو في الشتاء هيبقى الموضوع سهل. يعني بالعكس، الانتقالات في الصيف في الشتاء بتبقى اصعب، يعني موسم كمان. الاستاذ صبري سراج الناقد الرياضي، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا، وما زال
ملف محمد صلاح مفتوح والحديث لن ينتهي إلا بقرار هننتظره على مدار الأيام القادمة.